معانا لحمه مكعبات، ورغده دلوقتي بتقول لي طبعا احنا ما بنسلقش لحمه. فعلا احنا بنديها صدمه زي ما احنا ما قلنا كده. عندي 5 كوبايات رز بسمتي ذهبي منقوع نص ساعه قبلها. طبعا انا النهارده مضاعفه الكميه علشان انا محتاجه كميه رز كبيره. عندي كمان بصل مفروم، وعندي ثوم مفروم، فلفل حامي مفروم، صلصه طماطم بوريه، ميه مغليه قصاد ال5 رز هنحط 10 ميه. عندي قرنفل صحيح، ومعايا ايه كمان؟ عندي قرفه خشب، لورا، وعندي لومي، بهارات كبسه، زعفران بودر، ملح وفلفل اسود. طيب ايه اللي يديني لون الغروب للرز؟ انا لو عايزاه اصفر اللي هو لون الشمس دوت هعمله بزعفران. ايه اللي يديني ويعادل معايا؟ يلا بينا سؤال. لون الرز، ها انا عندي دلوقتي للون الاصفر هاخد الزعفران، ممكن ازود عليه كركم، ممكن ازود عليه كاري، كل ده اصلا ممكن يديني لون اصفر بس. لكن انا عايزه لون الغروب، لون الغروب اللي هو تحس ان هو ايه. لا اقعدي يا نادين ساكته، بصل ايه بس. نجيب لون اصفر، ما هو لون الاصفر هيديني لون اصفر، لكن انا عايزه لون الغروب. اعمل له معادله ازاي عشان اخد لون الغروب من غير ما بابريكا؟ لا يا خالد مش بابريكا. ها اخد لون الغروب ازاي اللي هو تحس ان هو ايه الاصفر المحمر شويه، الاصفر المحمر اخده ازاي في الرز بلون اصفر بودر اللي هو الزعفران، في مكون تاني هحطه عليه يديني لون الغروب، اللون اللي هو الاصفر المحمر اللي هو اللون الاورنج الغامق. ها لا مش توابل، ده مكون. يعني انا لو قلت ان هو موجود النهارده في المقادير بتاعتنا هتعرفوه. الزيت اللي مع اللون الاصفر هيديني لون الغروب. يلا يا حمدي اسكتي 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 اسكتي. احط لون الزعفران الاصفر مع صلصه الطماطم يديني لون الغروب اللي انا محتاجاه. ما قلت الصلصه، قلت صلصه فعلا، قلت ما شفتكش اما قلت صلصه. تكذب يا نص، عينيك بتقول انك بتكذب. اخد اللون الزعفران مع الصلصه، الاتنين مع بعض يدوني لون الغروب، لون الغروب اللي هو لون حباية الرز اللي هتشوفوها معايا النهارده اللي هي ما تبقى الصفرة. طيب حطيت في الحله بتاعتنا شويه زيت، هنزل بايه؟ هنزل باللحمه، والحله عندي سخنه جدا، اللحمه طبعا مستويه يا روحي. نزلت بيها ليه دلوقتي؟ طبعا لو انتوا اصلا مسويينها عندكم فانتوا مش محتاجين تعملوا الحركه دي، مش محتاجين تعملوا الحركه دي. طيب هبدا ان انا اخد معلقه كبيره من بهارات الكبسه بالشكل ده كده عشان برضو اطعم، خليها معلقتين علشان اطعم اللحمه بتاعتنا. طيب شويه من الثوم، سنه من الفلفل الحامي، انا كل ده بطعم لحمه يا رغده صح كده، علشان لما اشيلها يحصل ايه؟ هتنزل البهاريز بتاعتها وهقدمها لوحدها، وحته من الزبده، وده كله انا هقلبه مع بعضه ياخد بس التطعيمه معايا، وابدا ان انا اشيله عشان البهاريز بتاعته ابدا استخدمها واطعم بيها الرز. حطيت عليها بهارات كبسه بالمنظر ده. طيب انا شلتها خلاص من الحله، هبدا اعمل ايه؟ انزل بتوم، انزل بفلفل، انزل ببصل مفروم، كل دي تطعيمات للرز اللي انا هعملها، قرفة ولومي، ورق لورا، وقرنفل، معلقة كمان من بهارات الكبسة، شوية من الزعفران البودر، وادي معلقتين صلصة الطماطم. كل دي التطعيمات اللي انا هطعم بيها الرز اللي انا هعمله النهارده للكبسه. اللحمه عندي مستويه تمام وزي الفل، ومش محتاجه ان انا اعمل لها اي حاجه ثانيه. هاخد بقى البهاريز اللي اتعملت دي كلها كده اشوح كله مع بعضه. هاي هنحط الميه الاول ولا الرز الاول؟ الميه الاول ولا الرز الاول؟ عايز ايه؟ الميه الاول عشان السوائل. ها
حمزة قال ايه؟ حمزة قال الرز. رغدة قالت ايه؟ الرز. ها الرز ولا المية؟ الرز. محمد ابراهيم هو اللي صح. النهارده هنحط الميه، عايزاها تغلي مع الحاجات دي كلها علشان تطلع لي البهاريز اللي لازقه في الحله من اللحمه، فانا عايزاها تغلي الاول. محتاجه شيء، كل حاجه وليها سبب. انا دلوقتي حطيت طماطم اللي هي صلصه الطماطم مع البهارات بتاعتنا كلها، انا محتاجه حاجه تفك الطماطم دي، فلو نزلت بالرز الاول هيبدا ان هو يكتل معايا مع الصلصه، فانا محتاجه ان هي تفك ومحتاجه ان هي تغلي عشان انزل بالرز بعد كده ياخد براحه في التسويه. طيب انا دلوقتي المفروض عامله 5 رز، لا هو ده مش 5، ده 10 رز عشان احنا مضاعفين الكميه. 10 رز في الطبيعي عليهم كم ميه؟ ها 10 رز بسمتي عليهم المفروض 20 كوبايه ميه. طيب احنا النهارده عندنا صلصه طماطم وعندي بصل محطوطين، يعني في سوائل، هل هحط ال20؟ هحط كام؟ 18. ليه بقى؟ ليه؟ لا علشان بيرجع لوقت نقعه الرز، لوقت نقعه الرز، يعني شيء طبيعي لما تنقع الرز نص ساعه غير ما تنقعيه ساعه، ده منقوع ساعه، فشيء طبيعي ان انا هبدا ان انا اشيل مقدار من المي. طيب حمدي هنسقط الميه ونطلع فاصل، امان يلا بينا. احنا محتاجين كام ميه؟ قلنا دول 20، 10 رز يعني عليهم 20 ميه، لا احنا هنحط 18 عشان كميه السوائل اللي عندنا وان الرز منقوع شويه زياده عن اللزوم. كده طبعا حاطين العقد بتاع الميه او المقدار بتاع الميه، غليت معانا، نزلنا بالرز المنقوع زي ما انتم شايفين كده، وهنسيبها تستوي واحنا طبعا مسويين اللحمه بتاعتنا. عندنا دقوس المانجا النهارده بيقول ان احنا معانا مانجا مكعبات، ثوم مفروم، والميكس دوت ما تحسوش ان هو غريب، ما تجرب يعني ما تدوش رايكم في الحاجه الا لما تجربوها. عندي زيت وعندي خل وعندي مستردة، عندي سكر، عندي فلفل احمر حار مجروش اللي هو الفلفل الارناؤوطي، وعندي شويه كركم وشويه ملح. ده المزيج بتاع المانجا، ده اللي هيتضرب دلوقتي في الكبه وهيبدا ان هو ينزل المانجا. نيجي بقى للفلفل، خليط الفلفل الحامي، عندي نص كيلو فلفل حامي، وعندي كمان ربع ثوم مفروم، وعندي ثوم كوبايه زيت، وعندي خل، وعندي سكر، وعندي ملح. ده لوحده وده لوحده، في الاخر ده بيتعمل فوق وده بيتعمل فوق، بس بيتجمع كله مع بعضه بعد كده علشان يتاكل مع الكبسه اللي اتجنن اللي احنا عاملينها. بص عشان الصوص، عشان يكتبر وبعدها الصوص على طول. صحيح. قلت عشان يكتبر، للاسف لقط غلطتي قبل ما اغلط. حطينا شويه من الزيت، نزلت عليهم بالثوم بالشكل كده، بدا ان هو يتحمر معايا، وانزل عليهم بالمانجا اللي ضربناها. هيتش. ايوه هي التشه دي. بالشكل ده كده. احنا في اسكندريه بنعز اي حاجه بتش. ايوه انا كده، اي حاجه انا كده، دي كده بالنسبه لي سيمفونيه شغاله رهيبه. خطير. زي ما انتم شايفين كده، قلبي الصوص يا منى، يلا بينا. حته ان احنا نحط مانجا مع توم دي غريبه شويه، صح؟ انا مستغرباها جدا. طيب امال انا بحب المانجا قوي، فان انت وظفتيها في حاجه تانية. امال لما نحط لها بقى شويه خل، سلام، ونرجع نحط لها معلقه من السكر، يا سلام يا سلام، واحط لها الفلفل الارناؤوطي الناشف ده، يا سلامين، ثلاثة اربعه. بصي هتشمي دلوقتي حبه روايح، ننزل عليها بمستردة. بحب قوي ادخل المستردة في الاكل. هتدوقي دلوقتي اصلا ميكس انت مش هتتخيلي تطعيمته عامله ازاي. انا متحمسه حماس، يعني انتوا مش متخيلين حماسي بجد. طيب هسألك سؤال. اسأليني. على اللي احنا حطيناه ده كله، اه تفتكري هنحط شوية ملح ولا لأ؟ لأ حطينا. احنا ما حطيناش ملح، ده كان سكر. اه سكر؟ ها ممكن تيست بسيط، أنا ما بحط حاجة فيها سكر لازم أحط رشة ملح بسيطة. طب ما احنا أصلا عندنا المانجا أصلا في الموسم بتاعها دلوقتي ده لسه ما سكرتش قوي. لا يبقى ضحكوا عليكي وادوكي المانجا مش مسكرة بقى. لا دي غلطتك. طيب تدوقي ونعمل تيست؟ يلا بينا. ونشوف إذا كانت محتاجة ملح ولا شوف الراجل ضحك علينا في المانجا ولا إيه الكلام. حلوه؟ ها انا شايفه ان هي حلوه، انا شايفه ان هي مش محتاجه ملح، وانا برضو صح كده. طيب لكن المانجا كانت حادقه، ما هو ده انا بتكلم فيه، المانجا كانت حادقه فمش محتاجه ان احنا نحط لها ملح،
وبقى في معادله مع السكر والمستردة والخل اللي محطوطين، صح كده؟ طيب نعم يا حمدي. لا ميزز. بس تيست المانجا بدل الطماطم يعني مدي احساس كده غريب، احساس منعش. انت مش عارفه في ايه، متلخبطه في ايرور بس ايرور لذيذ يعني. بصوا بقى هنيجي هنا نحط فلفل احمر بالشكل ده، يلا بينا، واروح حاطين عليه علشان انا مش عايزاه ان هو يكون سبايسي قوي، فما استخدمتش كله فلفل حامي. دي هريسه ولا ده فلفل؟ ده هريسه، فلفل احمر هريسه. وده فلفل احمر حلو. علشان بقول لك ازاي اكسبريشنز، عايز احسسك ان انا فاهمه في المطبخ قوي يا ولا قوي يا ولا يا ولا. وهرجع بعد كده اروح حاطه توم. بصي كله على الني ازاي، شويه برضو من السكر، ونضرب بقى كل الحاجات الحلوه دي، شويه برضو من الخل، حبه من الزيت هنا وحبه من الزيت هنحطهم في الوك عشان نعمل قلب. ماشي. وهنضرب ده كله مع بعض وبرضه هيترفع على النار. عايز تسالي اي سؤال اسالي. انا معاكي. انا حاسه ان انت عايز تسالي سؤال. انا النتيجه. لا النتيجة؟ انا ببقى تلاقيني متحمسه بس ساكته كده. اوقف تقليب ولا اكمل؟ اسالها اسئله من اللي انا بسالها لكم. سامعه؟ مش عاجباكم وانا بطبخ يا جماعه ولا ايه يا جماعه؟ ضربنا الفلفل الاحمر مع الهريسه مع السكر مع الثوم وشويه الخل، ضربناهم بالشكل ده كده. وهنبدا عندي ووك تاني نحط فيه الزيت. هنحط فيه شويه زيت. ايوه برافو عليكي. صدقي فعلا حمدي عنده حق، انا لازم اسالك الاسئله اللي بسالها لهم. هبوظ لك الحلقه. رغدة بتقولي ده حظها ان الوصفه دي اصلا ما فيهاش اسئله كتير، فحظها ان انت مش هتعرفي تسالها. ايوه دي حقيقه فعلا. طيب يتقدح معانا الزيت ونبدا ان احنا نعمل الوصفه بتاعتنا فيها زيت. هل هينفع ان انا اشيل زيت واحط زبده او سمنه؟ لا، عشان ما احنا بنقول الاجابه وبندي. انا ما بستخدمش زبده وسمنه مع بعض، زيت وسمنه مع بعض غير وانا بعمل رز. تمام. ما اعرفش بقى احنا ينفع نحط الاثنين مع بعض تاني في حاجه تانية ولا لا؟ هو اولا كل حاجه ادام هتستخدمي زبده لازم معاها زيت عشان ما تتحرقش. ماشي. لو هتستخدميها في اي حاجه. بس دي احنا حاجه هنحمر لكن فلفل. ده احنا هنا مش هنحط سمنه ولا زبده. ليه بقى؟ هنحط زيت بس. ليه بقى؟ علشان احنا قولي لي بقى. بص رغده ردت عليا بتقول لك علشان الزيت يعتبر ماده حفظ للصوص بتاعنا. اوكي. للهريسه والصوص المانجا ده عباره عن صوص، فلازم يبقى فيه ماده حفظ. فلازم هو الزيت اللي يغلف المواد دي كلها او المكونات بتاعتنا عشان لما تشيليها بطرمان في الثلاجه وتسحبي منها تبقى تمام وزي الفل. شيف يا جماعه. شيف شاطره شاطره شطاره مش ممكن. قبل ما نقلبه واحنا شلنا الغطا كده، انت شايفه ان الرز ايه؟ لا لسه محتاج سيكة. محتاج سيكة؟ متأكدة؟ متأكدة. طب ما تدوقيه. ماشي. على فكرة أنا كده هشبع. لا مش هتشبع. أنا مش هتشبع. ماشي هات. فين؟ دي كلها شوكة. بشوكة. ماشي. بس أنا حاسة وبراهنك إن هو محتاج سيكة. بس ماشي. ورينا كده الرز يا حمدي ونشوف هي فعلا بت. لا 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 أنا عايز أشوف الحل عشان أوريه ال. محتاج سيكة. والله محتاج سيكة. أنا صح. قلت لك يا بنتي انا طباخه ماهره. بسم الله. تيلز تروس. اولا طعمه حلو جدا. ماشي جدا. حته ان هو سيكا دي احنا ما ينفعش نسيبها على النار عشان لما بيسيبها على بعد ما بنطفي عليه النار بيكمل. أيوة. سوا. الله اكبر علينا. ماما زمانها مبسوطه بيا قوي جدا. ماما زمانها مبسوطه بيا جدا. فهي التكه البسيطه دي نروح شايلينه من على النار ومغطينه كده، هي كده هيستوي. لكن هو اول ما شفناه وفتحناه لازم ان هو يتشال. طيب نتعلم كمان وماما هتفرح بيكي قوي. قوي لو جيتي ترفعي غطا الحله وهو من عليه رز او كان فيه بخار وهي جنبك حاجه بتتقلي، ما ينفعش ان احنا نعدل. عشان ما ينفعش الزيت على ميه، معروفه طبعا. الله اكبر. معروفه طبعا. هننزل بالفلفل بتاعنا هنا. تعالي تعالي خشي تعالي خشي. عامله لها زحمه في مطبخها. لا لا خالص ده كان وراني والله. حفظتي. الميكس اللي انت شايفاه دلوقتي ده مع رز الكبسه اللي احنا عاملينه ده، يا نهار ابيض. خلينا يزيد 90 كيلو بعد الحلقه. لا 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 خالص خالص نزيد 90 كيلو. مجازا مجازا عشان الاكل. أيوة. حلو فرمينه ده. أيوة. يا لهوي على الجمال. على معلقه من الصوص الاحمر ده. ايوه. وهبدا ان انا اخلطهم كده مع بعض. وهبدا اخد منهم معلقه واحده. انت بتحب السبايس ولا ما بتحبيش؟ بحبه. طب يبقى هنعمل كده اكتر من معلقه. يلا بينا. نونة ناوية تدلعني النهاردة، ناوية تدلعني. إنها لحظة الحقيقة. أيوة لحظة الحقيقة.
لا الريحه مبدئيا تهبل تهبل. حاضر. سمي بالله كده وخلي بالك ان الاكل سخن كله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله على مهلك. جاهزه؟ جاهزين؟ انا جاهزه. لحظه الحقيقه. يلا بينا. استطعمي وافصلي المكونات جوه كده وعيسي. سيبيني دلوقتي. طيب حاضر. سيبيني لو سمحتي. تحفه تحفه والله تحفه. انا مش بس عايزه اكتر من كده. رأي منا اسكندر يا جماعه. استنوا بس. صوص الدقوس مع رز الكبسه مع المانجا. يا خرابي على الجمال. يا خرابي على الجمال. ما هذه اللذاذه. هنبدا ان احنا ناخد كده. ده بقى ممكن اسيبه واقعد اخد منه كل اكله. اه طبعا. اه طبعا. ممكن استخدمه في ايه غير الكبسه؟ هو بصي بيتقدم جنب اي رز. اي حاجه. اي بالفراخ رز او باللحمه عادي. ما عنديش اي مشكله. شاويه لحمه ممكن تحطي منه جنبيها، شاويه فراخ نفس كده النظام. حلو قوي. هيطلع معاكي في منتهى الجمال. هبدا ارص الدقوس بتاعنا طبقات من المانجا وطبقات من الفلفل.